دونك فكري مزيان وفاش يجي شي راجل اللي يدوي فيك ولا يبغي يخطبك ولا يبغي يتزوج بك، راك انت عارفه واش مزيان ولا ما مزيان، سولي مع راساتك هادي، بداي حياه جديده، الحياه ما تخليهاش تحبس حدا هنايا. لا شو لكن حتى دابا واخا 21 سنه داكشي حتى في قضيه الزواج، ولكن مازال كيتخدم كيقول لك حنا خاصنا نعرفوا الراجل الفايد اللي في المشكل ديال الامور. ما سمعتكش مزيان. وهالي ديا بحال باغي نعاود يعاود يزوجني بالراجل اللي بغاوهم ماشي اللي فاساني. دابا انت باقي عندك تحدي اخر ديال والديك مازال عندهم نفس العقلية ديال انهم يزوجوك هما، واش نتوما عندكم عيبه دعاء انك انت تزوجي بشي راجل حيت بغيتي انت؟ لا ماشي عيب، ولكن الباب ديالي هو الام كيقول لك انا حالا نختارو لك ما تعرفيش. هو خايف عليك سي نورمال، يعني كيقول حيت الاب والام ديما كيشوفوا البنت مازال صغيره، ياك عارف هاد القضيه. يعني هو كيشوفك انك انت مازال صغيره، مازال ما غتعرفيش، يعني مساله تخوف وصافي. انت غادي تحاولي ما امكن انك شكون اللي انت لما قريبه للوالده ديالك ولا الوالد ديالك؟ الام ديالي. انت الام ديالك انت غتشرحي ليها بحال هكا، غتقول لها مثلا فاش يجي شي واحد وتعرفي عليه وتعرفي ولد الناس وتتاكدي مزيان دعاء، ياك؟ وملي تتاكدي غتمشي عند الوالدة ديالك وغتقول لها راه جا واحد السيد، راه الله عمره دار، رانا سولت عليه، رانا تبعتو، رانا هادي، هضري مع با باش انه ييسر لينا في هذا الزواج، يعني فهمتي؟ وقول لي واعطيهم واعطيهم هما في خبارهم. المشكل ديال الوالدين خصك المشكل اللي عندي مشكل نفسي، راه هو اللي قلت لك قبل غير داك الشيء اللي عشت. عاودي شنو قلتي؟ بحال واخا نبغي نبدا شي حاجه من جديد ولا بحال ولا عندي شي مرض نفساني كنخافي يعاود لي غير داك الشيء اللي فات عليا. شوفي شوفي راه هي فين قلت لك دعاء، راه الله سبحانه وتعالى في الحياه حط لينا بزاف ديال المواقف اللي ممكن اننا ندوزو فيهم، وهي علاش قلت لك قبيله الا كان الراجل الاول دزتي معاه من واحد التجربه سواء فاشله سواء ناجحه، راه ماشي كاع الرجال غدوزي معاهم في نفس التجربه. التجربه الاولى اللي دازت عندك دعاء صافي ساليناها، تقطعات ومشات وصافي سالات، ياك؟ دابا تجربه اخرى في الحياه الا جات مع شي زوج اخر ولا شي راجل اخر غادي تكون بعقليته هو، حيت ماشي كاع الرجال اللي كاينين في هذا المغرب ولا كاع الرجال اللي كاينين في هذه الكره الارضيه راه عندهم نفس العقليه ديال الزوج الاول ديالك، ياك؟ دونك حيدي هذا الخوف وهاد الفكره اللي عندك، راه مجرد فكره في راسك، راه ما كاين حتى شي حاجه، حيت لو كانوا جميع الرجال اللي كاينين في هذا المغرب عندهم نفس العقليه ديال الزوج الاول راه كنت لقيت هاد الناس كاملين ما راضينش على الزواج ديالك، تفق معايا؟ يعني انت اول حاجه باش تقدري تغيري حيدي ديك الفكره من بالك ديال عندك يدوز عليا داكشي اللي داز عليا في الاول. دونك يكفي انك واحد الشخص تلاقيتي به بغيتي بغاك ارتاحيتي ليه ارتاحي لك الى اخره، بداو تجربه جديده وتوكلي على الله وقولي يا ربي تيسر ليا في التجربه هذه، وكوني دائما متفائله. راه هنا ركزتي على داكشي الخايب فاش كتقولي انا مع ناري انا خايفه واش غادي التجربه غتكون بحال الاولى ولا هادي، كوني متاكده راه غادي تدوز خايبه، راه حيت انت كتفكري بالخايب، فهمتي؟ ولكن الا قلتي ان شاء الله التجربه اللي غادي تجي من هنا للقدام غتجي مزيانه وغيكون راجل بمعنى الكلمه وانا غادي نرتاح معاه وغندوزو حياه زوينه وغيعودني على داكشي كامل اللي داز، غيجي الراجل بعقله ومقادو داكشي وغادي يدوز معك حياه اللي هي زوينه، وهادشي كامل اللي طرا في الاول غيكون تعاود. راه يلاه كعندك 21 عام في خبارك قدك، راه مازال كدوره في لافاك فهمتي، يعني مازال ما عندهاش هادشي كامل، كدوره في لافاك كتقرا ومازال 30 عام مازال مسكينه كتقلب شي، بالعكس دوزتي واحد التجربه واستفدتي منها، دونك اللي جاي غيكون احسن ان شاء الله. صافي دعاء ان شاء الله. خصوص الوالده ديالك والوالد ديالك، عارفين داك التحرش اللي كانوا كيعاملوك به الخوت راجلك؟ ولا ما عارفينش. والوالده ديالك قلت لي قريبه منك؟ لا
واخا كنت انا من بعد ما قولي لك المشاكل ما كنعاود نشكي حتى شي واحد. شوفي كتكتمي الاسرار ديالك مع راسك ياك، ما كتبغي تعاودي لتا شي واحد. صافي كتشوف بزاف الحوايج عاودتهم وما كنكفيكش. دابا عرفتي شنو غديري دابا؟ غادي عندي ما كنتيقش، غتولي تقولي كنتيق هذيك ديال غيغدروني، قولي ما غيغدرونيش. فين ما تقولي شي كلمه سلبيه قوليها ايجابيه صافي، والحياه ديالك غتشوفيها غادي وكتبدل بشويه بشويه. نمشي عند امي ونقول لها امي انا راه كبرت، انا راه عندي وليد، راه ما بقيتش ديك دعاء الصغيره اللي كتسحبوها. دونك انا دابا راه غنربي واحد الوليد، يعني غادي انا دابا غنربي، ما بقيتش غنتربى ياك. هاش نطراليه وهاش نطراليه وهاش نطراليه، هادشي كامل امي بسبب هذيك التزويجه اللي درتو ليا نتوما. الوغ دابا انا راه عاد غنبدا من جديد، انا عاد غادي نقلب على واحد الراجل اللي غنرتاح ليه وغادي يرتاح ليه، باش ما نعاودوش نطيحو في هاد المشاكل كامل. حيت فاش كتختاري انت الراجل دعاء واخا كيوقعوا بينات، حيت شوف ما نكذبش عليك، اي دار في الكره الارضيه كامله ضروري غتلقاي الناس اللي فيها كيدوزوا من مشاكل وكيدوزوا من صداع وكيتخاصموا الى اخره. يعني فهمتي، ما كايناش في هذه الحياه ما كايناش شي حاجه سميتها الراحه، ضروري كاين المشاكل. واش شي خلق الله سبحانه وتعالى باش نحسوا باللذه ديال الحياه؟ واش حنا ديما نبقاو فرحانين؟ ما يمكنش. واي واحد في الحياه راه كيدوز من ازمه ياك؟ انتي تقولي الحمد لله لان هادشي دزت منه وانا باقا صغيره، يعني مازال الحياه قدامي، وهادشي فهمته وانا باقا صغيره، يعني مازال الحياه قدامي، باش تقدري انك تعيشي حياه اخرى اللي تكون زوينه والى اخره. ياك ان شاء الله. اشنو الخلاصه اللي خرجتي بها دابا؟ انت شنو ديري عاد؟ نحاول نهضر معها ولدة ديالي، نقلح لي غي داكشي لي داكشي لي اختاروا ليهم، وداكشي راه ما عشت تجربة خايبة بزاف الحوايج لي كنت قايلة و كنا نقولهم ليها. فوالا، وما تجيبيش راجل تتكوني متأكدة مزيان أنه رجل صالح ياك، اللي ما غاديش تجيبيه وغادي يحشم بك عاوتاني قدام والديك. يعني ماشي يضحك لك جوج الكلمات في لي ميساج ولا في انستغرام ولا في فيسبوك ولا في هادي ويمشي لك على الهبال وكذا وداكشي وتقول هذا هو الراجل. لا، الراجل كيتشاف من بزاف ديال المواقف. عاد كناخذ القرار ونكون صريحه معاه في الاول، شريف انا عندي وليد، شريف اشنو دوزت في حياتي؟ ما بغيتش نعاود ندوزو. واش انت مستعد كذا ولا انت مستعد كذا والى اخره. ونبقى غدا معاه بشوية ديال الوقت، وملي يبان لي راه راجل نيت في المستوى واللي غادي يهز ليا هبالي واللي غادي يعاونني واللي غادي نتعاون انا وياه على الزمان واللي غادي يقبل ليا بولدي، عاد نمشي عند والديا ونجيو من الاخر. ان شاء الله. صافي ان شاء الله. دابا وما تبقاي سادة على راسك، حاولي انك تنفتحي، حيت انت ما وقعش لك شي حاجه اللي خايبه في هذا الكون، بالعكس انت امراه قد قدر الله ما شاء فعل توفى الزوج ديالك. بالعكس التفكير ديالك زوين، كتفكري انك تعولي على راسك، كتفكري انك تخدمي، كتفكري انك تهزي ولدك، ما فكرتيش انك تبقاي في الباديه وجيتي للمدينه حقه باش ولدك يقرا ويتعلم الى اخره. هادشي كامل زوين. ها ما عرفتش، ولكن ان شاء الله نحاول ندير بزاف الحوايج. صافي غادي تحاولي، مشان ان شاء الله غادي تحاولي ان شاء الله. من هنا القدام يولي التفكير الايجابي، يعني غتولي تفكري بواحد الطريقه اللي مزيانه، يعني نحيدو ديك اللعيبه ديال انا مالي هكا وعلاش كيطرى لي انا هكا وكنشوف البنات قدي بخير ومزوجين. لا، نساو التفكير، حيت لا رديتي البال راه ما كيفيد بوالو ياك، ما كيفيد بتا شي حاجه. كنبقاو غير نالمو فراسنا، ولا بقيتي بحال هكا غدخلي في واحد الاكتئاب،
والاكتئاب راه مراحل، تمشي المرحله الاولى الثانيه تولي في واحد ليطا اللي سادة عليك راسك، وتولدك ما بقاش باغا تشوف فيه وما غتاكلي ما والو، واش بقى غادا كتعافي حتى لواحد النهار يقول الله يرحم. وبالعكس انت عاد بدات عندك الحياه، راه ماشي سهله الحياه. اي حاجه كطرى لنا في الحياه هي خير، كنتعلموا منها بزاف ديال الحوايج. الله سبحانه وتعالى راه قال لك ان بعد العسر يسرى، صدق الله العظيم، يعني ديما بعد العسر راه كاين اليسر. ولا تقنطوا من رحمه الله، يعني ما عمرنا نقنطوا من داك الشيء اللي كيجيبنا الله سبحانه وتعالى، اللي كيبان لينا حنا خايب وهو راه وراه شي حاجه اللي زوينه اللي مدرقه علينا الله سبحانه وتعالى. وتعلمي تعاودي، ما عمرك تشدي شي حاجه وتدخليها لقلبك وتخليها تما، صافي شتي واخا تهضري مع راسك، شتي سيري للمرايه وبقيت تهضري مع راسك، هنا واشنو طرا ليا ومشيت في الصباح وقالوا ليا وفعلوا ليا وبقى فيا الحال، خرجيه وما تخليش لداخل ان شاء الله. صافي ان شاء الله، الله يسهل عليك دعاء ويسر لك الامور كامله. شكرا. وداك الوليد الله يكرمك، وليد ياك شنو سميتيه؟ ايمن. نعم محمد. محمد الله يخليك داك الوليد، وان شاء الله يكبر ويقرا ويوصل لداك الشيء كامل اللي كتمني ليه، وهو اللي يعودك ان شاء الله داك الشيء كامل اللي داز في الحياة. صافي دابا انت راه واخا شوفي، واخا تبغي تكوني سلبيه وتبغي تكون هذه، تفكري داك الوليد فاش تفكريه فرحي، صافي فاش تفكريه فرحي وقولي راه باقي الحياه القدام، راه دابا انا راه عاد بدات عندي الحياه، راه عندي دابا انا عندي مسؤوليه، خاص هذاك الدري يخرج طبيب ولا يخرج مهندس ولا يخرج. بزاف الحوايج اللي كنخافش منها بزاف، ولا كنخاف منها، لا شوفي هذا امر عادي، بزاف ديال الناس تزادوا بلا اب توفى ولا بحل المشكل ديالك، ولا تزادوا مطلقين وباهم سمح فيهم دابا ما كيشوفوش، ولكن خرجوا دكاتره وخرجوا اساتذه وتقبلوا الامر عادي، غير انت اللي عندك دابا المسؤوليه كيفاش غتخليه يتقبل هذاك الامر. الا كنتي خايفه وكنتي ساده على راسك وكنتي كتوصلي ليه المعنى بان الحياه قاسحه وكذا وهذاك الشيء، راه ما عمره غادي يكون مزيان ياك. ان شاء الله مادام كتفكري بحال هكا راه عمرو غادي يعيش ان شاء الله فاش غادي يكبر وغادي يخرج هذاك الشيء اللي بغيتي نتيا، دونك تماك فين غادي تحسي براسك راه فعلا هذيك الام المثابره، هذيك الام اللي قدرات انها تتحدى بزاف ديال الصعاب وتكبر هذاك الوليد وتخليه يعيش مزيان. تهلا في راسك دعاء، تهلا في ذاك الوليد، والله يسر لك الأمور، وإن شاء الله القادم أجمل، الله يبعد منك أي حاجة خير. آمين. شكرا.